اعتمد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم نتائج المراحل الثانوية العامة والتعليم الفني والمهني والشهادة الإعدادية، حيث تقدم الوزير بهذه المناسبة بخالص معاني الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المفدى لدعم جلالته ومتابعته الكريمة لشؤون التعليم. كما تقدم سعادة الوزير بالتقدير إلى صاحبي السمو الملكي رئيس الوزراء وولي العهد لدعمهما الكريم ورعايتهما المتواصلة للتعليم والتربية، مهنئا الطلبة وأولياء أمورهم ومعلميهم بهذا النجاح الذي تحقق بالرغم من التحديات الناجمة عن تفشي وباء كورونا كوفيد-19، مشيدا بالجهود التي بذلها أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية وكافة المعلمين والعاملين بالوزارة. وبهذه المناسبة أكد الوزير نجاح العام الدراسي الحالي في ظل التحديات الصحية الاستثنائية والتي تم تجاوزها بروح المسؤولية، وبما وفره مشروع جلالة الملك حمد بن عيسى لمدارس المستقبل وبرنامج التمكين الرقمي في التعليم. وأضاف الوزير أن الوزارة تمكنت من تغطية المنهج الدراسي لجميع المراحل الدراسية. وفي إطار الاستعدادات للعام الدراسي القادم 2020-2021، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل حاليا على توفير متطلبات إنجاح هذه العودة ووضع الخطط والبدائل في ضوء التطورات اللاحقة بالتنسيق مع الفريق الوطني الطبي وجميع الجهات ذات العلاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات الكرام، الزملاء الأعزاء، أبنائنا الطلبة، أولياء الأمور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في هذا اليوم السعيد الذي نحتفل فيه باعتماد نتائج خريجي الشهادات العامة وبانتهاء العام الدراسي بنجاح، بالرغم من التحديات الناجمة عن تفشي وباء كورونا كوفيد-19، أن أتقدم إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بخالص معاني الشكر وفائق التقدير لدعم جلالته العزيز ومتابعته الكريمة لشؤون التعليم، والتي كان لها أبلغ الأثر فيما وصلنا إليه من نجاح في هذا اليوم المبارك، مشيدا في هذه اللحظة التاريخية وفي هذه الظروف الغير مسبوقة بمضامين الكلمة الملكية السامية التي تفضل بها جلالته حفظه الله ورعاه وخص فيها وزارة التربية والتعليم منتسبين وطلبة، والتي كان لها أطيب الأثر في تحقيق النتائج المثمرة التي وصلنا إليها، حيث ألهمت منتسبي الوزارة والطلبة وأولياء الأمور روح الحماس والتعامل بمسؤولية كبيرة، وبثت فيهم الطمأنينة وقبول التحدي، وكان لها الدور البارز في اللحظات المصيرية التي مرت فيها مسيرتنا التعليمية، فجسدت اهتمام القائد بشعبه الذي يبادله التقدير والامتنان بهذا التواصل الكريم. كما يسعدني أن أتقدم بالتقدير إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لدعمهم الكريم ولرعايتهم المتواصلة للتربية والتعليم. أيها الأخوة الكرام، يسرني في هذا اليوم الذي نجني فيه ثمار جهود الخريجين والخريجات المدعومة بجهود زملائنا من أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية وكافة العاملين بالوزارة، أن أهني أبناءنا الطلبة وأولياء أمورهم ومعلميهم بهذا النجاح والذي تحقق، والحمد لله تعالى، في ظل التحديات الصحية الاستثنائية التي لم يسبق للمسيرة التعليمية طوال 100 عام أن واجهتها. الأخوة الكرام، يسرني أن أعلن عن أهم نتائج الثانوية العامة والإعدادية العامة لهذا العام الدراسي
حيث أظهرت النتائج في المستوى الثالث الثانوي أن معدل نسبة النجاح قد بلغت 97.9%، وبلغ عدد المتفوقين من الطلبة الذين حصلوا على تقدير 95% فأكثر للعام الدراسي الحالي 783، منهم 551 متفوقة و 232 متفوقة. كما بلغت نسبة النجاح في التعليم الفني والمهني 96.5%، وبلغ عدد المتفوقين الذين حصلوا على تقدير 95% فأكثر 15 طالبا وطالبة. أما على مستوى المرحلة الإعدادية العامة فقد بلغت نسبة النجاح العامة 97.8%. الأخوة والأخوات، بعد هذا النجاح المشرف في إنهاء هذا العام الدراسي، تعمل الوزارة حاليا على الاستعداد للعام الدراسي القادم بتوفير متطلبات النجاح هذه العودة بإذن الله تعالى، ووضع الخطط والبدائل في ضوء التطورات اللاحقة، والاستفادة من منظومة وآليات التعلم عن بعد في المدارس.